كيف كانت الرحله؟ لاباس ان شاء الله، الحمد لله الان طريق سياره وما شاء الله. راني نفكر نجي من الصوالي سيدي بن عباس. جماعه يا فارس القران باش نعمش الصوالي جي كلمتكم راضيين شباب على الدور الرياضي كره القدم، هو مناصر الفريق تاع اتحاد العباس. ايوا قال لي والله مليح ندخلوا لي كيف تاع اتحاد العباس. كاين طاقات؟ لا راني نشوف انا كي شرح كيف كلمت لي ما شاء الله. مرحبا بكم، مرحبا في بيتكم شيخنا. لاباس شيخ وليد هداش. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نحمد الله سبحانه وتعالى على أن وفقنا لهذا اللقاء المبارك وهذا الركن المبارك، ألا وهو ركن مبدأ من مبادئ الدين وهو ركن التعارف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لقاءنا هذا لقاء محبوب عند الله سبحانه وتعالى ومقبول عند الله سبحانه وتعالى، كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ونحن بدورنا نشكر السيد المدير الذي فتح لنا قلبه وفتح لنا يعني الباب هذا وفتح لنا الولاية كلها. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينها على أمر الدين والدنيا إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمه وأن يبارك في دوره وأن يبارك في خيره وأن يبارك في كل ما قدم من علم ومن موعظة ومن دعوة ومن ذكرى ومن إرشاد سبحانه وتعالى. كما أسأل الله عز وجل أن يوفق جميع الأئمة، أئمة ولاية سيدي بن عباس، أن يوفقهم لصالح الأعمال وأن يوفقهم لكل خير وأن يهدي بهم وأن يجعلهم سببا لهداية الأمة. لأن يهدي الله بهم رجل واحد خير له من عمر النعم. نسأل الله تبارك تعالى أن يبارك في جمعنا هذا وأن يجمع جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا لا شقيا ولا محروما. وأحيي الكلمة شيخ الشركة من رمان بلد مشايخ تاع أمور داس عنده كلمة ودعوة خير إن شاء الله. شيخ نكلمك بالوقوف، ترى البارح كنت واقف معنا، البارح كان معنا في دائرة بن باديس الناس يعني والله لا عاشوا عرس كبير الحمد لله. واليوم هنا في العباس والإذاعة تعبنا، احنا اللي جينا نعصوه، انتم راح نعصوكم شوية. كاين بعض الأئمة اللي راح عندكم دورة في المساجد هاك ويحاكم مناسبة راهو بلغوكم بالبرنامج والباقي راهو. مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بإخواننا جميعا في العباس ومرداس ثم كل الناس، ليكون القياس أحسن أساس. نرحب أولا بأنفسنا ضيوفا عند الله تبارك وتعالى، ونسأله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
المبادرة هذه مبادرة اللقاءات الثقافية أو الرياضية أو التعارفية هي من صميم القيم الإيمانية، وتوفيق الله تبارك وتعالى لكم جميعا لهذه الولاية المضيافة أو للولايات الزائرة الذين التقوا في هذا المكان في هذا الزمان، هذا إن دل على شيء إنما يدل على أننا في النهج الصحيح، في نهج القيم الإيمانية، القيم التعارفية، القيم العلمية، وهذا مما يجعلنا نحصن أخوتنا وتعارفنا وتلاحمنا العقدي، تلاحمنا الإيماني والأخلاقي، وهذا الذي يحبه الله تبارك وتعالى لأنه دعانا إلى ذلك، بل دعا البشرية كلها في قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. والتعارف متواصل، التعارف على مستويات: تعارف علمي إيماني، وتعارف لقائي عملي، وتعارف اشتراك في الأهداف. ونحن نجمع كل هذه الأمور في وطننا الحبيب. المناسبة طيبة كما تفضل السيد مدير شؤون الدنيا والأوقاف السيد حجاج. وحجاج وعلى بالكم كي جيتوا لهنا قاعد تحججكم درك تفائل بالخير تنبؤ الحمد لله. قلت هذا اللقاء الطيب والله فرحني، وراني كل إخواننا اللي سلمنا عليهم راني نقول شباب في السن شيوخ في العلم، قولوا أمين. اللهم أمين. وسادتنا وأئمتنا الجماعة اللي راهم عندهم تجربة في الإمامة، ربي يحفظ الشيخ والشيخ معنا والجماعة، ربي يجازيكم خير أنكم تترافقوا مع هذا النخبة الطيبة ومع المقرئين مع الأئمة ومعلم القرآن. هذا قلت شيء جميل ومبادرة طيبة، أنا أثمنها وأزكيها، ونقول لكم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. وسيد المدير أنا أغبطه يعني على أعماله وتوفيقه من الله تبارك وتعالى، ربي يحفظك وربي يوفقك، والمديرين أيضا اللي راهم زارونا من كل المديرين ربي يجزيكم خير، ربي يحفظكم موفقين. يعني كاين ناس اللي ما يحبوش يبانوا لكن احنا نعرفوهم وربي يعرفهم قبلنا ما شاء الله. حفظكم الله شيوخنا ربي يجزيكم خير، ونسأل الله التوفيق، نسأل الله التوفيق. وانا كنت باش نقعد ان انسيبورتي، ولكن سؤال مطروح: من تنصر؟ انا نصر لي قرب البوليده بالطبع شيخنا، الاولاد عندي يكونوا يتفرجوا الماتش سورتو تاع العالميه برشلونه ولا الريال ولا انا كي سافر لاربيت ولا زعما نصرو، الولاد يقولوا لي معمر، يقولوا لي معمر على لاربيت مسكين راه وحده، كذلك يتزاوجنا مع لاربيت بارك الله فيكم. ان شاء الله تكون مبادره تاع طيب، وان شاء الله يعني اتحاد مع الناس هذو غير ثلاثه هذا واحد في الله او جماعه في دارنا الدعوه هذه هم نجحوا. شيخنا انا شيخنا بس تسمي حكومه لان نحن لان نغطي نخبرنا طبعا. جاء نور الدين بوزفران وان شاء الله باذن الله المره الجايه تكون بومرداس نروح له ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. جماعة أول أنا وسلام مرحبا بكم، هي هذه لقاء كروي ولكن الجانب الديني أكثر من الرياضي، يعني هي الرياضة هي وسيلة باش نتعرفوا أهل سيدي بعباس مع أهل مرداس، واليوم المناسبة سعيدة الشيخ ثاني راه معنا ونتمنى إن شاء الله ما كملنا لا نتيجة ولا أداء، احنا كي نستقبلكم تروحوا يا إما خايف يا إما يخوف كي تروحوا فرحانين احنا هذاك هو الفستان. ما شاء الله اهلا وسهلا ومرحبا بكم. الله يبارك فيكم ما شاء الله، ربي يحفظكم ان شاء الله.
بعدي ولدي كبيرو والمصيبي في هاد اللعب والوقت خلاص غرب غرب على النهاية غرب على النهاية هاد اللعب يعني اللي صار بادي كلنا ما احنا بادي إلا إن شاء الله صمر احنا بإذن الله بإذن الله الأول على المجموعة ألف أفضل المجموعة ألف أفضل المجموعة الثانية ولكن هي كده هي كده وتطلع سوية وتطلع رميك تمام بعدي ولدي كبيرو والمصيبي في هاد اللعب والوقت خلاص غرب غرب على النهاية غرب على النهاية هاد اللعب يعني اللي صار بادي كلنا بادي إلا ما إن شاء الله صمر خلاص احنا بإذن الله بإذن الله الأول على المجموعة ألف أفضل مجموعة ألف أفضل المجموعة الثانية ولكن هي كده هي كده بإذن الله سوية We'll be right back.
بعدي والبيت بيضو والمصبيح في هاد اللعب والوقت العطلب غلب على النهاية غلب على النهاية هادي اللعب يعني اللي صار حد ومن إن شاء الله صمر خلاص احنا بإذن الله بإذن الله الأول على المجموعة ألف أفضل مجموعة ألف أفضل المجموعة الثانية ولكن هي كده هي كده بإذن الله بعدي والبيت بيضو والمصبيح في هاد اللعب والوقت العطلب غلب على النهاية غلب على النهاية هادي اللعب يعني اللي صار حد ومن إنما إن شاء الله صمر خلاص إحنا بإذن الله بإذن الله الأول على المجموعة ألف أفضل مجموعة ألف أفضل المجموعة الثانية ولكن هي كده هي كده بإذن الله سوية رميت الناس وصالح الجمهوري ويرجع الكوره
الماضي والبيت فيديو وقال بصبيح في هاد اللعب والوقت طلعت تقرب تقرب على النهاية تقرب على النهاية هاد اللعب يعني اللي يتعلم بل يتعلم بل يتعلم إن شاء الله سمع الله احنا بإذن الله بإذن الله الأول على المجموعة ألف أفضل المجموعة على المجموعة الثانية ولكن هي كده وتطلع سوية وتطلع رميك منها بعدي والبيت فيديو والقلب صبيح في هاد اللعب والوقت طلع تقرب تقرب على النهاية تقرب على النهاية هاد اللعب يعني اللي صار بل يتجنن ما حد بل إن شاء الله سمع الله إحنا بإذن الله بإذن الله الأول على المجموعة ألف أفضل مجموعة ألف أفضل المجموعة الثانية ولكن هي كده وتطلع سوية
بادي والبيت بدو والمصبيح في هاد اللعب والوقت طلعت طلب طلب على النهاية طلب على النهاية هاد اللعب يعني بادي كنا نسمح بادي إنما إن شاء الله سمر الله إحنا بإذن الله بإذن الله أول على المجموعة ألف أفضل مجموعة على المجموعة الثانية ولكن هي كده وتطلع سوية وتطلع رميك منها مدير الشيخ هذه باسم مدير الشؤون الدينيه والاوقاف لولايه سيدي العباس الى سيد مدير الشؤون الدينيه والاوقاف لولايه قدمها الحاج قدمها للقائد الشيخ الطارق شكرا لك شكرا قدمها للقائد هذا تفضل عندكم يا تبع عربون وراها الشيخ حلها حلها الحاج السني فيها اكبر عصر التاريخ هذا حضرتك ها هو ها هو ها هو عبد الله دي هذه تاع الفوز هو ما شاء الله باش كي يشوفوا بالكاميرا ما يقولوش بلي خسروا هي هديه منا الى سيادتكم المحرم المحترمه يقدمها لكم رئيس الجمعيه الرياضيه السيد محمد رافع هذه ان شاء الله تعالى كذلك هديه يعني الى فريق مدير شؤون الاوقاف لولايه سيدي عباس يقدمها عبد الحق صالح للشيخ سيمي مونير ان شاء الله كاش فريق منهزم مكان الله يبارك فيهم امين اللي عنده شكون الله يشافيه امين صحيح الله يعافيه امين مبتلى الله يخفف ما نزل به من ضر امين لهم الله تبارك وتعالى الحاجه اللي راه في قلبكم ربي يقضيكم عشان امين الله يجعلنا واياهم من العامين المخلصين كذلك ندعو الله تبارك وتعالى يعني مدير الاصطاد والجماعه والعمال ويعني والفريق تاعنا تاع سيدي بلعبه تقولوا الله ينجحها امين الله يعطيهم خير الدنيا والاخره امين وانتم الله يجازيكم خير الجزاء جزاكم الله عنا كل خير سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام وصليح الحمد لله الله سبحانه وتعالى وفي مكان إقامة أهل الله وهذا المكان هو لأهل الله لأهل القرآن ولأهل الدين وهذه الجماعة اللي كرمونا إن شاء الله ربي يكرمهم ربي يفتح عليهم إن شاء الله ربي يجعل البركة في رزقهم البركة في وليداتهم اللهم يا ربي إن كان هذا رزق في السماء فأنزل وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان بعيدا فأخرج وإن كان محسن فيسر اللهم يا ربي اجعل البركة في الوجوه الطيبة اللي ركع وخاصة
خاصة اللي يكرمونا ربي يكرمهم ان شاء الله. وحنا هذا التعارف وهذا التآلف يعني من اجل المعرفة والأخوة والمحبة. ما جمعنا في بيت الله الا القرآن، ما جمعنا في بيت الله الا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جمعنا في هذا البيت الا المحبة والسعادة ان شاء الله. اللهم يا رب اجمع بيننا يوم القيامة في مستقر رحمتك. اللهم يا رب اجعل هذا البركة هذا تجمع بركة وسعادة والمدير ان شاء الله ربي يستر وربي يحفظه بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضله يعني الله ان شاء الله ربي يستر وربي يحفظه وربي يهنيه وربي يرضي عليه الائمه ويرضى عليهم ان شاء الله. الائمه تاع الولايه وتاع كاع احنا كاع معاه ان شاء الله يرضى علينا وحنا نرضوا عليه وندعو له ان شاء الله يعني بالخير والسعاده ان شاء الله. ان شاء الله ربي يزيد فيه مال ويزيد فيه رزقك ويزيد في وليداتك ان شاء الله خير وسعاده. اللهم يا رب اجعل الشيخ البدراني ان شاء الله ربي يستر ربي يحفظه ربي يهنيه ربي يحفظه ان شاء الله. هذا البيت معمور بالقران ان شاء الله باهل القران ويشفي مرضى المسلمين جميعا ان شاء الله. والبلاد ان شاء الله ربي راهي مستوره وعندها صور غيث ان شاء الله ان شاء الله. اللهم يا ربي غيثنا غيثا نافعا، اللهم يا ربي غيثا طيبا يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا ربي اسقي بهائمك وعبادك برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. الوالدين اللهم يا ربي اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنه مع الابرار يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اهل الله الصالحين في هذا الولايه ان شاء الله ربي يحفظهم وربي يسترهم ان شاء الله واللي موت ربي يرحمهم ان شاء الله يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. امين. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله، الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاه والسلام عليك يا خير الخلق صلى الله عليه وعلى اهل بيتك وعلى زوجك وعلى ذريتك ومن تبعك باحسان الى يوم الدين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.